تكترث إسرائيل بالقانون الدولي وبتقارير الأمم المتحدة وهل تتحول لدولة منبوذة؟ أهلا بكم في نقطة حوار. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لغزة لتجنب المجاعة. القرار جاء في خضم تحذيرات من أن المجاعة قد تضرب قطاع غزة في غضون أسابيع بل ربما أيام. كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إنه لو ثبتت نية إسرائيل في التجويع كأداة حرب فقد يرقى ذلك لجريمة حرب. وقبله أوضحت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن هناك أسباب لديها للاعتقاد بارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة. إسرائيل تصف كل ذلك بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة. فهل تكترث إسرائيل بالقانون الدولي وبتقارير الأمم المتحدة وهل تتحول لدولة منبوذة؟ معكم إيمان القصير. شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 0044-203-875-2989 أو على فيسبوك ومنصة إكس. نستهل كالمعتاد باستعراض ما وصلنا من إجابات منكم ردا على الأسئلة التي طرحناها حول موضوع اليوم، تحديدا حول ما إذا كانت إسرائيل تعبأ بقرارة مجلس الأمن الدولي أو بالمناشدات من الوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة. وفي البداية أستعرض هذا ما كتبه هشام نصير على صفحة البرنامج، يقول بالطبع إسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي لأنها تحت الحماية الأمريكية والغربية. أما أحمد فراج محمود فيضيف قائلا ردا على التعليق ذاته أو نفس السؤال على فيسبوك، تواطؤ الدول العظمى وصمت العالم باستثناء دول عربية قليلة جعلت إسرائيل تشعر أن القانون الدولي في إجازة. يقول أن الكل يرى ويسمع لكن لا أحد يجرؤ على الكلام. طبعا سوف أستعرض المزيد من المشاركات التي تصلنا تباعا في سياق البرنامج. سريعا أرحب بمن انضموا إلينا عبر خدمة الزوم. معنا حتى الآن خليل من أمريكا، أهلا بك خليل. طبعا سنمد لك وفي انتظار دخول الآخرين أيضا لكي يشاركوا معنا في الحوار اليوم، لكن دعونا بداية نستعرض هذه الأصوات من داخل أحد مخيمات النازحين في غزة تصف الأوضاع المعيشية والإنسانية الآن. هذه الخيمة بتقوى من الأطفال سبعة مع كبار مع صغار مع مريض 24 ساعة بده ما فيش حاجة من الحياة، اللي هو مثلا مية مش قادر أحصل عليها، أكل مش قادر أحصله، دواء مش قادر أحصل عليه، في المستشفى يموت مليون مرة مش قادر أوديه، فين المستشفيات؟ فين الدنيا؟ فين العالم يتفرج على اللي إحنا فيه؟ هاي خيمة متر في مترين، إيش تعمل هذه؟ تعال اتفرج، فرش ما فيش، اكل ما فيش، حاجه ما فيش، الحمد لله اللي هي الميه ابسط الحلول، بنروح اخر الدنيا، ما عندهمش لا ميه ولا شرب ولا اكل ولا حاجه، الحمد لله النا ربنا يا رب، فين العالم يتفرج علينا يا ناس؟ وينهم؟ وين؟ مش قادرين نجيب حاجه ولا قادرين نطلع من هالخيم، قولوا لنا وين نروح؟ وين نروح بالاطفال؟ سوء تغذيه مع الاطفال 24 ساعه مش قادرين، بياكلوا لا مؤاخذه بهالحمامات طول النهار، رايحين جايين، ما فيش مستشفيات، ما فيش ادويه، ما فيش دكاتره، ما فيش ولا حاجه، ولا حاجه ولا حاجه، هادي الشيء، هينا حر لسه ما طلعش النهار وشايف الدنيا كيف؟ مش قادرين نقعد في الخيم، مش قادرين نطلع، عده ما فيش، عده، اواعي مش قادرين نجيب لهم اواعي. ايش بدنا نسوي لهم اكثر من بسكوته؟ مش قادره احصل للبنت الصغيره، والله ما قادره احصل لها بسكوته. ايش الطعمه هذول الاولاد؟ ايش اجيب لهم؟ لبس ولا شباشب؟ تعرف الشباشب جوزي كل يوم بحط هذا وبخيطهم اتقطعوا كلهم. الامراض اذا عارف ما متناش من الحرب حنموت من الامراض، احنا من المجاري هذه، الجلي من البيار، من المعلبات، احنا بس بدنا معلبات، بدناش معلبات. اصلا كلها امراض، صار الوباء الكبد والصفار، كل اولاد امانه برقبتكم يا عرب، امانه برقبتكم تروحونا على ديورنا، والله كلنا مستتين مدللين، والله يا ربي انا بناشد الامم المتحده، بناشد العرب، بناشد الرؤساء، بناشد كل الدنيا انها تروحنا على ديارنا، احنا تعبنا، احنا تعبنا، والله تعبنا. كنا عايشين في بيوتنا آمنين، بدنا نودي أولادنا على المدارس، صحينا في يوم حملنا أولادنا وهجرنا من بيوتنا، حملناهم بدون أي حاجة،
طلعنا من تحت القصف والردم والحجار، الاولاد من ايدينا ما صاروا تاهوا عن بعض ولم نمناهم بالعافيه. احنا 10 مليون مسلم و19 دوله عربيه، وين اخواننا العرب؟ وين المسلمين حول العالم يشوفونا ايش بيصير في غزه وفي اولادها وفي شبابها ونسائها؟ احنا عايشين في مخيم نايلون بنايلون، من غرفه نوم وحمام ومطبخ، ولا في اكل زي الناس، ولا في حياه زي الناس، ولا في تعليم. وين حقوق الاطفال اللي بتناشدوا فيها؟ وين حقوق الطفل، حقوق المراه، حقوق المسنين؟ وين هذه الحقوق تاعتهم؟ احنا مش عايشين، احنا ميتين. شهادات بالصوت والصورة استقيناها من داخل أحد مخيمات النازحين في غزة، عينة فقط من الأسر التي تعيش أحوالا صعبة، معيشية صعبة في واقع الحال. دعونا نتعرف على المزيد من الأوضاع، كيف هي في مناطق عدة داخل قطاع غزة الآن. وأرحب من القاهرة بالأستاذة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة. أستاذة إيناس أهلا بك ومرحبا معنا. كما شاهدنا واستمعنا لعينة من الأسر تتحدث عن كم المعاناة الآن، ولكن لابد أن أسألك، لأنه لابد وأن لديكم صورة شاملة عما يجري بصفة عامة، كيف يمكن وصف الوضع في قطاع غزة؟ أهلا بك. طبعا يعني هذه لمحة بسيطة عن مدى المعاناة اليومية التي يعانيها السكان هناك في قطاع غزة. يعني في كل مدينة وفي كل مخيم وفي كل منطقة هناك قصص مماثلة بالتأكيد. يعني نحن حسب التقارير لدينا، إذا أردنا الحديث مثلا عن معدلات الانعدام في الأمن الغذائي، يعني نتحدث عن نصف السكان هم في خطر محدق وسيعانون أو يعانون الآن من معدلات عالية وخطيرة جدا من انعدام المستوى الغذائي. يعني هناك حالة من الجوع تنتشر في مناطق تحديدا شمال قطاع غزة ومدينة غزة. للأسف هناك مثلا على الأقل حتى الآن 27 طفل فقط، هذه أرقام طبعا آخر تحديث، ولكن أنا أتوقع أن الأرقام في تزايد منذ أن وصلنا إلى هذا الرقم، لأن الحالة لا تزال تسوء يوما بعد يوم. 27 طفل على الأقل ماتوا ليس بسبب القصف هذه المرة، ولكن بسبب الجوع الحاد الجفاف. وللأسف يعني لا يوجد أي تحرك جدي نحو لاحظتم أي تغيير طرأ على الإطلاق على نسق أو وتيرة المساعدات التي تدخل القطاع؟ هل هي من حيث الكميات وحتى النوعية؟ لأنه عندما البعض يذكر كلمة مساعدات ذهنه ربما يتجه نحو الغذاء في المقام الأول أو الماء، لكن هناك مساعدات أخرى توضع تحت أو في قائمة الضروريات لأي حياة، أليس كذلك؟ طبعا يعني المساعدات التي تقدمها مثلا الأونروا تشمل الغذاء، الطحين، المواد غير الغذائية، النايلون، البطانيات، مثلا المساعدات المتعلقة بالمأوى، مثلا مواد النظافة الشخصية، كل هذه يتم توزيعها على النازحين في مناطق نزوحهم. الإشكالية تكمن في أن الكمية التي تصل إلى قطاع غزة هي كمية هزيلة، يعني نقطة في بحر مقابل الاحتياجات. يعني إذا أصلا تحدثنا بالأرقام، في المتوسط نتحدث عن 150-160 شاحنة يوميا متوسط. في أحسن الأحوال حيث سجلنا في 11 من شهر مارس دخول 236 شاحنة في يوم 11 من مارس، ولكن حتى هذه الأرقام لا تكون، أو يعني لا يمكن اعتبارها أرقام كافية أو كميات كافية من المساعدات الإغاثية بما في ذلك الغذاء والدواء وما وغيرها، لا تكفي للحاجات المهولة للسكان. يعني نحن نتحدث عن أكثر من 75% من السكان نازحون الآن، وهم بحاجة لغذاء وماء ودواء ومواد غير غذائية. القدرة التشغيلية للمعابر التي تدخل منها المساعدات حاليا، معابر الجنوب، معبري رفح وكرم أبو سالم، تستوعب على الأقل مثلا 500 شاحنة بشكل يومي، وهذا العدد الذي كان يصلنا ما قبل الحرب. للأسف حتى هذه اللحظة ونظرا للقيود الموضوعة لا يصلنا في أفضل الأحوال أكثر من 160 شاحنة، وهذه بالتأكيد لا تكفي. طبعا إذا ما تحدثنا عن مناطق غزة والشمال، هذه المناطق للأسف تعتبر شبه معزولة منذ عدة أيام. وهذا كان موضع سؤالي لك الآن، هو مسألة هل تستطيعون في الأونروا الوصول إلى كافة المناطق؟ نعرف أن المنطقة الشمالية تحديداً
هي التي تعاني أكثر من المجاعة، هناك ربما حالات التضييق أو عزلها بعض الشيء، كيف يؤثر ذلك على عملكم؟ يعني هذه هي ضربة للاستجابة الإنسانية لدينا في الأونروا باعتبارنا أكبر منظمة أممية تقدم خدمات إغاثية للسكان. كانت آخر مرة دخلنا مناطق غزة الشمال في 23 يناير من هذا العام، يعني أكثر من 6 أسابيع تقريبا. منذ عدة أيام أبلغنا بشكل رسمي بأنه لن يتم السماح لقوافل الأونروا الإغاثية من الدخول إلى مناطق غزة الشمال. طبعا هذا التصريح وقرار خطير جدا يأتي في ظل الحديث عن جوع خانق، أزمة كارثية تحدث الآن في مناطق غزة الشمال، السكان جميعا على شفا مجاعة، الأوضاع ستبقى تتدهور إلى أن يتم بالفعل إدخال هذه المساعدات وبشكل منتظم وبشكل كافي. يعني ما يدخل الآن إلى تلك المناطق لا يتعدى بضع، يعني كمية قليلة يتم إنزالها جويا مثلا أو عبر الميناء الذي يتم. شاهدنا طبعا جميعا الصور التي تظهر مقاطع فيديو لي أناس يتجمعون ويتجمهرون محاولة الحصول على الغذاء، وينتهي الأمر بشكل كارثي بسبب أو بآخر على أي حال. ولكن الآن الأمر صادر عن المحكمة العدل الدولية، هل تأملون في أن يستجاب لهذه الدعوات؟ هل تتوقعون أن يتم على الأقل الاستجابة فيما يتعلق بمسألة زيادة إدخال الشاحنات المطلوبة وزيادة كم المساعدات المطلوبة لإطعام سكان القطاع؟ يعني في الأوضاع الطبيعية لابد أن يترافق هذا القرار، وقرار مهم، واقترن بضرورة إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية بشكل عام بشكل عاجل. ولكن حتى هذه اللحظة لا نلقى يعني ردود إيجابية، لا يسمح لنا حتى من الدخول إلى تلك المناطق. يعني نتمنى بالفعل ترجمة هذا القرار إلى أفعال، وهذه الأفعال تترجم إلى الكميات كافية من المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى مناطق غزة والشمال، وخصوصا تلك المناطق وعبر الطرق البرية. يعني نحن أكدنا مرارا وتكرارا أن الطرق البرية لإدخال المساعدات هي لا بديل عنها ولا غنى عنها، وذكر هذا الموضوع عدد من المسؤولون الأمميون. لا تغني بأي شكل من الأشكال الإنزالات الجوية، على الرغم من أنها تخفف إلى حد ما من الأزمة، ولكن الطريقة الأسرع الطريقة الأكثر فعالية هي إدخال المساعدات وبشكل كافي ومنتظم عبر المعابر البرية التي تحيط بقطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الأستاذة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. الآن أتحول إلى من يشاركون الحوار عبر خدمة الزوم، الآن معي خليل من أمريكا، معي أيضا الأستاذة هديل قزاز. أهلا بكما ومرحبا أستاذة هديل، أبدأ بك لتحدثينا عن في تصورك هل تعبأ إسرائيل كثيرا بالأوضاع الحالية، وإذا كنت ما زلت لديك أقارب في داخل قطاع غزة، ما هي الأوضاع التي تصلكم، يعني عن ماذا يتحدثون هناك؟ مساء الخير. طبعا ما زالوا أهلي جميعهم في رفح في منطقة في قطاع غزة، ما زال الوضع مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم لعدة أسباب. شح الغذاء بالتأكيد، المياه الملوثة، هناك بعض أطفال من أقاربي يعانون من هيباتايتس، والعدوى تنتقل بسرعة في بين أفراد العائلة الذين يشاركون نفس البيت ونفس الحمام وغيرها. العديد منهم فقد الكثير من وزنه، بعضهم فقد ما يزيد عن 20 كيلو من وزنه. المجاعة حقيقية، والمجاعة يروها الناس ويعيشونها بشح المواد الموجودة. وأهلي موجودين في الجنوب، ولكن لي أصدقاء أعزاء موجودين في الشمال، ما زالوا في جباليا وفي غزة، والوضع طبعا هناك أسوأ بكثير. ويزيد الأمر سوءا أنه لا يستطيع أحد أن يوصل لهم أي شيء، لا غذاء، لا ماء، لا تحويلات مالية، ولا أي شيء على الإطلاق. يعني فالوضع فعلا مأساوي بكل المقاييس. الآن أنا أعتقد أنه يعني لا أعرف إذا جوابي على سؤال هل تعبأ إسرائيل بذلك أم لا، أنا ما أعرفه كعاملة في مجال القطاع الإنساني أن الناس لا يملكون طرف الانتظار. الانتظار يعني كل
كل يوم، كل دقيقة في الأحرى بالأحرى، كل دقيقة انتظار هي ليست في صالح المدنيين الذين يعانون معاناة شديدة في قطاع غزة. جميع المداولات الأممية، جميع التقارير الأممية هي مرحب بها وهي مهمة جدا وهي خطوة على الطريق الصحيح، ولكنها تأخذ وقتا، والناس الذين يعانون مثل أهلي، مثل والدتي المسنة، مثل أخواتي وأطفالهم، جميعهم لا يملكون طرف الانتظار مدة طويلة، وبالتالي هناك حاجة ماسة بالتأكيد لحلول عاجلة ولحلول آنية لا تحتاج إلى انتظار أطول من ذلك. طب إذا سمحتي لي سأرحب بضيفي التالي وأعود إليك وإلى خليل أيضا ربما الاستعراض، يبدو أن الضيف ليس جاهزا الآن، ولكن في هذه الأثناء كنت سأطرح سؤالا عليك فيما يتعلق بالعمل الإنساني والخيري، لأنه حضرتك بتعملي في إطار منظمة أوكسفام الخيرية كما فهمت، فبالتالي ما هي الجهود التي تبذل في منظمات كهذه لربما محاولة إرسال مساعدات، وهل هذه الأمور تحدث فارقا برأيك؟ نعم تحدث فارقا بالتأكيد إذا سمح لها بالدخول. ما يحدث الآن أنه هناك إغلاق للمعابر، هناك تعطيل لدخول المواد، هناك تفتيش، عملية تفتيش مضنية، هناك منع لدخول بعض المواد بحجة الاستعمال المزدوج وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تدفق المساعدات وإلى عدم وصولها إلى من يستحقها. هناك كما يقال أو كما قيل لي من زميلات لي موجودين في مصر الآن، يوجد 1000 شاحنة تصطف على معبر رفح ولا تتمكن من الدخول. المعبر يعمل بطاقة محدودة جدا في ساعات محددة جدا، ويسمح لعدد قليل جدا جدا من الشاحنات بالدخول. هناك معابر أخرى يمكنها أن تكون عاملة، منها معبر كرم أبو سالم الذي أعد قبل الحرب ليستوعب وليدخل العديد من الشاحنات، ما يعادل 1000 شاحنة يوميا يمكن أن تدخل من معبر كرم أبو سالم. يعني إذا توفرت النية السياسية يمكن فورا التخفيف من الجائحة الإنسانية التي تجتاح قطاع غزة ومن المعاناة الإنسانية الشديدة. لو كان هناك النية السياسية تحديدا بفتح المعابر والسماح بالدخول، المؤسسات الإنسانية جميعها على أهبة الاستعداد ويمكنها فورا إدخال المواد والغذاء. الإغلاق لا يعني فقط عدم دخول الغذاء، ولكن مواد أخرى كثيرة يحتاجها الناس، ملابس على سبيل المثال، مواد تنظيف، مواد محتاجة جينها لحياتهم اليومية. لا يوجد أي من هذه الأشياء تتوفر. طيب ربما الآن سنعرج على تفاصيل ما يتم الحاجة إليه أو هناك حاجة ماسة إليه في هذه الأونة، ولكن بعد أن أرحب بضيفي إذا سمحت لي أستاذة هديل، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة. دكتور الشرقاوي أهلا بك ومرحبا معنا. أهلا وسهلا. كيف تقيم بداية الأمر الصادر عن العدل الدولية بشأن المساعدات أمس؟ ما دلالات هكذا أمر أو قرار؟ يمكن قراءة هذا التحرك ضمن زخم متنامي بدأ في محكمة العدل الدولية عند رفع جنوب أفريقيا الدعوة إلى إسرائيل، تعزز هذا بالنقاشات والسجالات في مجلس الأمن، ولاحظنا هذا الأسبوع أن حكومة بايدن قررت عدم استخدام حق الفيتو، والآن هناك هذه الطفرة الجديدة. أعتقد أن البعد الإنساني هو المفتاح الرئيسي لحرب غزة ولإيقاف حكومة نتنياهو عن مزيد من الخطايا السياسية والأخلاقية. آمل، وينبغي أن نذكر أيضا أن اجتماع مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو الأمريكي تزامن في نفس الأسبوع مع زيارة الأمين العام غوتيريش إلى رفح، فيبدو أننا في الشهر السادس قد استنفدنا كل ما يحلم به نتنياهو، وبدأ الانحصار الاستراتيجي في حربه ضد الفلسطينيين وفي محاولته تغيير الجغرافيا السياسية في غزة. الآن هناك مرحلة جديدة. هل تكترث إسرائيل بالقانون الدولي وبالتقارير الأممية هذه وكل الإجراءات التي اتخذت؟ لا يمكن قراءة الموقف الإسرائيلي قراءة مطلقة على أنها دائما تذهب إلى الأمام ولا تعود إلى الخلف، بدليل أن من يحمي إسرائيل ومن يوفر لها المظلة السياسية وهي حكومة بايدن في هذه المرحلة، نرى أن حكومة بايدن نفسها قد بلغ بها السيل الزبا واقتنعت بأن نتنياهو أصبح جزءا من المشكلة
وليس جزءا من الحل. فينبغي الآن أن نترقب أن ما يطمح إليه نتنياهو في هذه المرحلة سيتراجع إلى الخلف نسبيا تدريجيا، وإن كان هو يحاول أن يستغل الموقف ليظهر بأنه هو أب القومية الإسرائيلية، وأنه الذي يتعنت في وجه الدول الكبرى ويحمي مصلحة إسرائيل. أصبح العالم يدرك أن مصلحة إسرائيل ركام ومصلحة نتنياهو الشخصية ركام ثاني، وحكومة بايدن تنطلق من هذه القناعة أنها لم تعد تطلق يد نتنياهو بالطول، على أمل أننا نخرج من هذه الأزمة، وينبغي العودة إلى المنطق السياسي وليس المنطق العسكري. المنطق العسكري استنفذ كل طاقاته خلال 6 أشهر، أكثر من 32 ألف من القتلى، أغلبهم من النساء والرجال. الكارثة الإنسانية هي الأسوأ من نوعها في القرن 21. أعتقد الكرة الآن أصبحت في لدى المجتمع الدولي بمعية عدم معارضة الولايات المتحدة. ينبغي التدقيق في هذه النقطة. عند حياد أمريكا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك إنسانيا وسياسيا، ونتنياهو مهما اعتبر نفسه تشرشل إسرائيل في القرن 21 إلا أن عليه بعض النقاط الضعف التي سجلها الآن، لا يمكن الاعتداد به بأنه سيذهب باتجاه المعادلة الصفرية. لا يمكن القضاء على حماس، لا يمكن إلغاء القضية الفلسطينية. أعتقد أن أوروبا الآن والدول الأخرى تساند هذا الطرح. نحتاج لمخرج سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس مجرد يعني اتباع ما يفعله نتنياهو دون رؤية. طيب دكتور، إذا سمحت لنا نستمع لبعض الآراء وأعود إليك للمزيد من النقاش. خليل، أهلا بك ومرحبا معنا من الولايات المتحدة. ما رأيك في هذا النقاش الدائر فيما يتعلق بمدى إمكانية أن تعبأ إسرائيل بصورتها، وهل تجازف بأن تصبح دولة منبوذة كما يقال؟ لأنه سمعنا أصوات حتى من داخل الولايات المتحدة تتحدث عن مسألة أن إسرائيل قد تتحول إلى دولة منبوذة. تشاك شومر على سبيل المثال هو الذي أطلق حديث كهذا، ما رأيك؟ يعني بالتأكيد اليوم إسرائيل هي دولة منبوذة، يعني نحن لا ننتظر نبذ إسرائيل، بل هي دولة منبوذة على مستويين. يعني المستوى الأول المستوى الشعبي، يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي معظم دول العالم شعبيا إسرائيل مرفوضة، وما تقوم به من إبادة جماعية ونظام أبارتايد في الضفة الغربية وفي غزة مرفوض شعبيا، ولكن على المستوى السياسي هناك أكثر تعقيدا. الدول الغربية ما زالت تدعم إسرائيل، ولكن كما تفضل الدكتور بأنه هناك تغير في الموقف الأوروبي اليوم. نحن نتحدث عن فرنسا تريد أن تقترح قانون في مجلس الأمن لا يطالب فقط بوقف إطلاق النار، بل أيضا يطالب بإقامة دولة فلسطينية وبالاعتراف بدولة فلسطينية. هناك دول أخرى في أوروبا تريد أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا كله يعني يؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر. ولكن في داخل الحكومة الإسرائيلية هناك عدة أصوات. بالتأكيد اليمين المتطرف في إسرائيل يرى في عزل إسرائيل فرصة. هم يعني إنعزليون بطبيعتهم، ويردون عكس للشرع الإسرائيلي بأن عزل إسرائيل هو جزء من الطبيعة اليهودية، وأنها جزء من معادات السامية، وبالتالي إسرائيل عليها أن تقاتل، عليها أن هذا العزل من وجهة نظرهم يأتي على حساب خسارة الحلفاء كحليف كأمريكا مثلا. يعني اليمين المتطرف في إسرائيل هو انعزالي، لا يرى بأنه هناك يعني أي دولة هم بحاجة. أنهم هم جدا مقتنعين بأنهم يستطيعون أن يقوموا بما يقومون به بدون حتى دعم الولايات المتحدة. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى هم يراهنون على رباح ترامب. هم يعتقدون بأن الحزب الجمهوري سيأتي، والحزب الجمهوري في أمريكا بمعظمه ليس فقط داعم لإسرائيل كما الحزب الديمقراطي، بل أيضا لا يرتكز إلى الأمم المتحدة، ولا يهتم إلى حقوق الإنسان وإلى القوانين الدولية وإلى آخره. فهذا هو الرهان اليمين. ولكن هناك أصوات أخرى مثل بيني جانس مثلا، يائير لبيد، حتى جدعان سعر، هم ينظرون أكثر إلى الريبيتيشن، السمعة تبعت إسرائيل في العالم وبالذات مع أمريكا. أشكرك جزيل الشكر. طبعا سأعود لك للمزيد، ولكن أنوه فقط بأن هناك صعوبة في واقع الحال في الأونة الحالية في التواصل مع أصوات من داخل قطاع غزة. نتفهم طبعا هناك مشاكل كبيرة في مسألة الاتصال، لكن أعود لك دكتور محمد الشرقاوي لنعلق على مسألة تغير الرأي العام العالمي
في أو كيفية نظرة هذا الرأي العالمي تجاه إسرائيل الآن، والنقطة التي أثيرت حول إن إذا كانت إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة أم لا؟ يعني خليل هنا يقول بأنها بالفعل هي منبوذة الآن، ما رأيك؟ ينبغي أن نستحضر مجموعة من العناصر لقياس مدى التطور في الموقف العالمي من إسرائيل بالخصوص بعد 6 أشهر من الحرب في غزة. هناك الموقف الإنساني، ولا نجد فرقا سواء في الشرق أو في الغرب، سواء داخل المنطقة العربية أو في أوروبا وحتى داخل الأوساط الليبرالية في أمريكا الشمالية، لا أحد يختلف في ضرورة الحد من هذه الكارثة الإنسانية. على المستوى السياسي هناك تحيز لدى اليمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة لصالح السياسات الليكودية التي حاول من خلالها نتنياهو تدويب القضية الفلسطينية خلال الأعوام 16 التي قضاها على رأس إسرائيل. لكن من الناحية الاستراتيجية أرى أن هناك الآن سجالات داخل أوروبا وحتى داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى الرئيس بايدن، هناك الجناح الليبرالي أو التقدمي، هناك أيضا ظهور فئة جديدة فاجأت فريق بايدن الانتخابي وهي مجموعة نون كوميتد، أي غير الملتزمين الذين قد يؤثرون، بمعنى آخر أن الانتخابات الأخيرة وما قبلها كانت بفارق 10,000 من الأصوات وليست بأصوات الملايين. إذن أي 10,000 أو 50,000 أو 100,000 صوت هي تؤثر لصالح ترامب ضد بايدن أو لصالح بايدن ضد ترامب. إذن باختصار أرى أن السياق الأمريكي مهم لأنه ينطلق من هذه القراءة البراغماتية إلى أي حد يظل دعم إسرائيل نعمة للحكام في البيت الأبيض أم قد يتحول إلى نقمة. بايدن الآن يقوم بعملية تصحيحية لموقفه الذي هو اللي دفعه في أكتوبر الماضي إلى زيارة إسرائيل وإلى إرسال وزير الخارجية بلينكن 6 مرات لعل وعسى أن يظهر للإسرائيليين وللوب اليهودي في الولايات المتحدة أنه المؤيد الأول والآخر لإسرائيل. هذه القراءة عفى عنها الزمن، هناك قراءة حسابية الآن، هل من مصلحته أن يستمر في هذا الموقف أم عليه أن يغير البوصلة؟ على الصعيد الأوروبي لاحظنا أن باستثناء ألمانيا جل أوروبا تقف مع ضرورة إيجاد حل سياسي وإيقاف هذه الحرب على المدنيين. طيب، لم نعد نشهد الحرب ضد حماس أو بين حماس وإسرائيل، ولكن أصبحت في واضحة النهار هي عبارة عن وسيلة للقضاء على أكبر عدد ممكن من المدنيين وتهجيرهم، إما نازحين في جنوب غزة وإما افتعال أزمة رفح لكي يصبحوا لاجئين في مصر وفي سيناء بالتحديد. هذه المتغيرات كلها أرى باختصار أن كما يعني إذا كان لنتنياهو رصيد استراتيجي في الدعم الخارجي أظن أنه وصل السيل الزوبة، ومن الآن فصاعدا يبدأ الانكماش لأن البوصلة بدأت تنتقل من دعم إسرائيل ونتنياهو إلى ضرورة إيجاد مخرج إنساني وسياسي والعودة إلى حل الدولتين. وأعتقد أننا خلال هذا الصيف قد نسمع أيضا تطور في الخطاب الأمريكي، بمعنى هناك تنافس بين الحزبين والجمهوري والديمقراطي من سيكسب دون أن يراهن على خسارة هذا الموقف لصالح إسرائيل. أرجو أن تبقى معنا دكتور، لأنني أريد أن أرحب الآن عبر الهاتف بأسعد، هو معنا من الخليل. أسعد أهلا بك. أهلا بك. هل تكترث إسرائيل برأيك بالقانون الدولي وتقارير الأمم المتحدة، وهل تجازف بذلك بأن تصبح دولة معزولة؟ من أهم تداعيات الحرب والعدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أنه كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم الحر وأمام الشعوب العالم الحر الغربي، التي أصبحت غير قادرة وغير قادرة أن تطيق هذه السياسات الإسرائيلية من عملية الإبادة الجماعية كما أقرتها محكمة العدل الدولية. إسرائيل في السابق كانت غير آبها بأي قرارات دولية، ولا زالت هذه القيادة تعيش حالة النكران وغير آبها للمجتمع الدولي وللقانون الدولي،
ولمنظمات المجتمع الإنساني الدولي وخاصة المتحدة ومجلس الأمن، ظنا منها أنها دولة فوق القانون، وأن هناك دولة في العالم اسمها الولايات المتحدة الأمريكية تحميها وتستطيع أن تمنع أي إجراء قانوني ضدها لأي ارتكابات غير قانونية بحق الشعب الفلسطيني. اليوم أنا باعتقادي أن الصورة بدأت تتغير، شعوب العالم الغربي أصبحت ضاغطة بشكل كبير على حكوماتها، وأصبح وجه إسرائيل حقيقي واضح لهم أنها دولة فصل عنصري ودولة تطهير عرقي. وأيضا في تحول هناك في المجتمع الأمريكي، لأول مرة المجتمع الأمريكي خاصة الشباب، وأنا لا أقول عن المجتمع الأمريكي، المجتمع العربي أو الجاليات العربية والجاليات الإسلامية، وإنما أتحدث عن الأمريكان ذات الأصول غير عربية، الأمريكان وخاصة الشباب، هناك في تحول كبير جدا من دولة الاحتلال التي كشفت عنها وجه الحقيقي هذه الحرب وهذا العدوان وهذا القتل. طيب. وهذا الدمار الذي لم يسبق له مثيل حتى في الحرب العالمية الثانية على مساحة لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع، وفي حدود فترة زمنية لا تتجاوز 6 شهور، هذا العدد الهائل والكم الهائل من الفضائح الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. وصلت الفكرة تماما يا أسعد، أشكرك جزيل الشكر. من الخليل كان معنا على الهاتف، عودة أخيرة للدكتور الشرقاوي. الآن عادة في الفترة الأخيرة التي شهدنا فيها بعض التحركات، تقارير تصدر من مقررين من الأمم المتحدة، مسؤولين من هنا وهناك عن الأوضاع وضرورة إلزام إسرائيل، أيضا قرار مجلس الأمن الأخير وما سبقه من محاولات، البعض قد يتساءل ما جدوى هذه المواثيق الدولية والتقارير الأممية إذا لم يلتزم بها؟ يعني لماذا لا تلتزم الدول المعنية بهذه الأمور؟ أولا، لست من الذين يستخفون بالمنظمات الدولية، وإن كانت هناك تعثرات في مسيرة مجلس الأمن والجمعية العامة على مستوى الأمم المتحدة، هناك بضعة صراعات لم تتم تسويتها إلا بفضل اجتهادات خبراء وعقلاء هذه المنظمة الدولية. فبالتالي أرى أن إسرائيل إذا كانت دائما تخرج من العجين كالشعرة، هي ليست دائما يعني كيان خارج المجتمع الدولي أو كيان ما فوق القانون الدولي. أرى الآن أن ما سيحدث هو أننا سنشهد بالنسبة لنتنياهو مكسبا على المدى المتوسط، لكن خسارة على المدى البعيد. المكسب على المدى المتوسط أنه سيظهر بأنه رجل يتحدى العالم، يتحدى أمريكا، يتحدى الأمم المتحدة، ويصبح هو أقوى زعيم إسرائيلي في تاريخ هذه الدولة الصغيرة. قد ينفع هذا على مستوى قلب موازين المعارضة ضده وتهدئة الأوضاع الداخلية، لكن على المستوى البعيد أرى أننا الآن نعيش مرحلة العزلة السياسية لإسرائيل ومن يحميها، على غرار ما عانته جنوب أفريقيا العنصرية في نهاية الثمانينات قبل وصول نيلسون مانديلا، خروجه من السجن عام 90 ووصوله إلى رئاسة جنوب أفريقيا عام 94. أرى أن هناك خطوط متوازية بين التجربتين، بمعنى آخر أن العالم الآن بدأ يستوعب حقيقة النظام الإسرائيلي، نظام الأبرتايد الذي عبر عنه جيمي كارتر في كتابه الشهير عام 2006، وواجه كارتر العديد الكثير من العداء بسبب هذه التوصية. الآن المحكمة العدل الدولية والمظاهرات المليونية في شتى العواصم تؤكد هذا الوعي وهذا الإدراك. فبالتالي لا أرى إلا إذا كانت لنتنياهو
قوة خارقة يستعين فيها بالجان وبالشياطين الزرق والحمر، ما دون ذلك لن يستطيع أن يصمد طويلا. بمعنى إذا كانت هناك عقوبات اقتصادية، وإذا كان هناك ضعف أداء الاقتصاد الإسرائيلي، وإذا أصبحت إسرائيل دولة مهووسة بما هو أمني جدا، أرى أن هذا هو التآكل من الداخل. وأعتقد أن نتنياهو رغم دهائه السياسي وتلويحه بأنه أفضل من يفهم المنطقة الاستراتيجية في واشنطن، إلا أنه أيضا لا يستطيع أن يبقى في الحكم، وهناك أزمة داخلية وهناك ضغوط خارجية. أرى أن بايدن الذي اعتبر نفسه صهيونيا في وقت من الأوقات هو نفسه بايدن الذي الآن يقول لنتنياهو كفى من المغامرات الحمقاء، لا تقم بعملية رفح، لا تواصل قتل المدنيين، بمعنى بلغ السيل الزبا. أرى أن هذا المنعرج سيخرج العلاقات الإسرائيلية الأمريكية من منحها التقليدي إلى مسار براغماتي جديد. وأعتقد أن هذا ما قلته منذ اليوم الأول، لن يتغير موقف نتنياهو إلا عندما تأتي الضغوط الحقيقية من واشنطن، وأعتقد نحن في بداية هذا المسار. شكرا لك جزيل الشكر دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، كان معنا من واشنطن. الآن يحين موعدنا لنتابع نقاش أونلاين هذه المرة خلال مواقع التواصل المختلفة حول موضوع اليوم، وأستعرض هذه المشاركة لجواد أبو علاء الذي كتب على صفحتنا على فيسبوك، يقول: إسرائيل ضربت عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن المطلوب تنديد دولي واسع بجرائمها وحماية الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم المغتصبة. من جهته يرى هزباد جواد أن الأمم المتحدة لا تستطيع حماية أهالي غزة طالما جميع الدول العربية والإسلامية لا تملك موقفا مؤثرا في القرارات الدولية. على عكس التعليقات السابقة يرى عبد العزيز عشري أن إسرائيل تجعل من القرارات الصادرة ضدها قاعدة لتفنيد الاتهامات الموجهة لها، ومن ثم مباشرة حق الدفاع عن النفس وتوضيح الموقف. أما محمد العربي فيقول إن إسرائيل لا تعبأ بالقانون الدولي وتقارير الأمم المتحدة. من وجهة نظره يشرح ذلك قائلا: إسرائيل تحت رعاية أمريكية، وفي حماية من أي مساءلة قانونية على ما ارتكبته من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أخيرا هذه مشاركة من جلال محمد كتب على فيسبوك، يقول ويتساءل بالأحرى: هل تحتاج الشمس يوما إلى دليل لإثبات وجودها؟ ويشرح هذه الفكرة ويقول: تعمل إسرائيل منذ إنشائها على تجاهل القانون الدولي بمساعدة اللوبي الصهيوني في أمريكا وفي أوروبا. كل الشكر لمن أرسلوا إلينا بمشاركات أونلاين قمنا ببثها الآن، وأعدكم بأنكم يمكنكم في أي وقت متابعة المزيد من الحوار والنقاش على مدار اليوم 24 ساعة على مدار اليوم في أي وقت أردتم. عودة مرة أخرى للزوم والأستاذة هدي القزاز مرة أخرى من رام الله. كنت تحدثيني في سابق الحديث عن كم أو نوعية ما يتم الحاجة إليه في هذه الأونة، وتحدثين عن مسألة أن الأمر لا يقتصر على الغذاء فقط، ولكن هناك حاجة الكثير من الملابس، الأغطية، الأمور الخاصة بالحياة اليومية. أستاذة هديل، نعم هذا صحيح. في الواقع أنه إغلاق المعابر الحدودية جميعها، المعابر البرية، هي تمنع دخول الأشياء التي يحتاج لها الإنسان في حياته اليومية. لا ننسى أن العديد من النازحين تركوا بيوتهم بدون أن يحملوا شيئا تقريبا، وبعضهم نزح أكثر من مرة، وفي كل رحلة نزوح كان يترك المزيد من أغراضه الشخصية. فبالتالي هناك حاجات كبيرة وماسة في جميع مناحي الحياة. هناك حاجة لمياه نظيفة، هناك حاجة لصرف صحي، جميع يعني أدوات تنقية المياه لا تدخل الآن كما ينبغي
الأدوية بكافة أنواعها بما فيها الأدوية التي تحتاجها الأمراض المزمنة، هناك حاجة ماسة لها، يعني هناك حاجة ماسة لشتى أنواع الحياة. في موضوع الغذاء هناك أيضا حاجة للتنوع في الغذاء، يعني أنا عندما أتحدث مع أهلي أجد أنهم يعني بنسبة 70-80% أكلهم يعتمد على المعلبات، وليس هناك إمكانية الوصول إلى أي خضار أو أي فواكه أو حتى اللحوم، يعني تدخل بشكل كتير شحيح ولا تتوفر يعني إلا بصعوبة شاقة جدا، معناته أنه هناك حاجة لكل شيء تقريبا. لذلك لابد يعني دائما إحنا نعيد ونكرر بدون وقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح للأسواق بأنها تعمل وأن تستجيب لاحتياجات الناس اليومية، سوف تتفاقم المعاناة وسوف تزيد حالة التجويع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر أستاذة هديل قزداز من رام الله لمشاركتك معنا في برنامج اليوم أو حلقة اليوم من برنامج نقطة حوار، كل الشكر لك. والآن أرحب عبر خدمة الإنترنت من عسقلان بالسيد كوبي لافي، وهو رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. كوبي لافي أهلا بك ومرحبا معنا. مساء الخير سيدتي ومساء الخير لجميع المشاهدين. دعنا نبدأ بأمر المحكمة الخاصة، محكمة العدل الدولية أقصد، بشأن المساعدات، هل تستجيب له إسرائيل ويتعلق بسرعة تسهيل وإدخال المساعدات لقطاع غزة على الفور؟ أريد أن أسأل لماذا اللوم يكون دائما على إسرائيل؟ ما هو قطاع غزة محاصر من دولتين وليس من دولة واحدة، ليس هناك أي مانع لإدخال أي مساعدة مهما كانت إلى الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة عن طريق الحدود المصرية، ليس هناك، وهذا كذب يتكرر في كل وسائل الإعلام، ولكن إسرائيل لن تحاصر قطاع غزة، يعني إلى حق الدفاع للنفس، ولكن إذا أرادت مصر أن تفتح أمام المواطنين تفتح الحدود المصري فلسطيني في معبر رفح ليس هناك أي مانع. أنت تتحدث هنا وكأن الأمر يعني سهل هكذا للسلطات المصرية، يمكن من جانب واحد أن تفتح الطريق للمساعدات، إسرائيل تصر على أنها يجب أن تمر المساعدات من معبر رفح عبر معبر كرم أبو سالم ويتم تفتيشها قبل أن يتم إدخالها، وتحاول منع يعني شمال القطاع من الحصول على أي مساعدات على الإطلاق، هذا فضلا عن أن إسرائيل لديها 6 معابر يمكنها أن تشغلها لإدخال المساعدات بالوتيرة المطلوبة. طبعا هذه كانت هذا الأمر كان لازم اللي بدأ بالهجمة على البربرية علينا كان لازم يأخذ بعين الاعتبار ماذا تعمل لشعبك؟ هل هذا هو الصحيح؟ هذه هي المصلحة الفلسطينية؟ هل أنت تريد أن تهاجم إسرائيل وتفكر أن إسرائيل تقعد مكتفة الأيدي ولا تعمل شيء ضدك بعد ما قتلت فينا واغتصبت نساءنا ومسيت في كرامتنا؟ ليس هناك علاقة، يعني أي منطق في العالم، أي شعب من الشعوب العالم لا يتصرف غير إسرائيل في نفس إذا كانت هذه في نفس المعطيات، يعني يهاجموننا ونقعد بدون رد؟ إذا أرادت مصر أو أراد الفلسطينيين أن يأخذوا المعونات، ما هو إسرائيل هناك مئات الشاحنات في معبر رفح لن يتم إدخالها. استمعت ما يصدر عن مسؤولين أمميين يقولون إن ما لديهم على الأرض يشي أو يجعلهم لديهم أسباب منطقية للاعتقاد بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال التجويع، يعني الكلام ده صدر عن أكثر من مسؤول. سأعود لك الرد على هذا الموضوع، ولكن أستطلع رأي خليل معي من واشنطن ما زال معنا على الهواء. خليل، إسرائيل يعني يقول السيد كوبي أن إسرائيل لا تتحمل وحدها المسؤولية، هي تقوم بإدخال المساعدات، مصر تتحمل أيضا. السيد كوبي يعني يتحدث ببساطة عن دعمه للإبادة الجمعية، هو صادق في طرحه، هو يقول هم هاجمونا في 7 أكتوبر، بالتالي لدينا الحق بأن نوقف المساعدات، لدينا الحق في تسكير 6 معابر، لدينا الحق عن أن لا نتحمل مسؤوليتنا كاحتلال قامع على هذه الأرض. هو يقول أنا أدعم الإبادة بتسكير 6 معابر. حينما يتحدث السيد كوبي، وهو كان بالمناسبة أنت ذكرت بأنه يعمل في وزارة، كان يعمل في وزارة الدفاع، فهو يعني يعلم هذه المعلومات. حينما وقع على اتفاقية السلام في 70s ما بين مصر وما بين إسرائيل،
جزء من الاتفاقية بأنه غزة تعتبر الحدود مع إسرائيل، فبالتالي عندما انسحبت إسرائيل في 2005 من قطاع غزة لم تقم بتسليم الحدود لسلطة أخرى، بالتالي بالنسبة لمصر الجانب الآخر من الحدود مسيطر عليه من قبل إسرائيل، حتى لو كان لم يكن هناك جنود في محور فيلادلفيا، فبالتالي لا تستطيع مصر إدخال المساعدات بدون موافقة إسرائيلية، وإن كانت قد أدخلت هذا، فهذا يعتبر على مستوى أنها أقامت حرب ضد إسرائيل، وإسرائيل تعلم هذا، وهم أرسلوا للمصريين هذا بشكل واضح، فهذا يعني كذب. طيب دخليني أرد على النقطة هذه كوبي، تفضل. أولاً لا نريد تجويع الشعب الفلسطيني، وعندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة كان هذا بغرض أن إسرائيل تريد الوصول إلى تسوية سلبية مع الفلسطينيين، وكمان شالت إسرائيل كل المستوطنات التي كانت في داخل قطاع غزة وأخلت كل الإسرائيليين من قطاع غزة. ولكن ماذا حصل بعد ما هجمتنا حماس؟ اليوم الجيش الإسرائيلي موجود في قطاع غزة، ويتم إدخال قوات إضافية لكي نحارب كل عناصر حماس التي تريد إبادة دولة إسرائيل. طيب ماذا عن المواطنين المدنيين الفلسطينيين؟ المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، إذا إسرائيل ليس هناك حرب معهم، الذي يستخدمونهم كذراع بشري هو الأطراف الغير الفلسطينية، يعني برأيي هذول قونا الذين يخونوا المصلحة الفلسطينية، لأنهم مش جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، مش مشروعين، يعني هم استولوا بقوة على قطاع غزة وأخذوا الحكم من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. أنا يعني أنا متفهمة أنك تحاول سرد بعض الحقائق اللي حدثت في الماضي، ولكن نتحدث الآن عن الوضع الذي فيه إسرائيل وتغير الرأي العام العالمي. هل هناك خشية؟ والسؤال ده موجه لك أنت شخصياً، أن يتم ربما أن تعزل إسرائيل دولياً، تتحول إلى دولة منبوذة. ضيف السابق من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي قال بالفعل إنها منبوذة، وإنها وضعها حسب وصفه وتعبيره زي وضع جنوب أفريقيا أيام التفرقة العنصرية قبل خروج نيلسون مانديلا من السجن. هذا ما قاله حرفياً، ما رأيك؟ يا سيدتي الكريمة، لا أنا أرى بالعكس الكلام هذا. يعني اليوم في محاولة من حماس والجهات المتطرفة الأخرى لتسويد وجه إسرائيل أمام العالم، ولكن تعالي نفترض أي دولة من الدول في العالم كانت في وضع إسرائيل، ماذا كانت تفعل إذا كانت مثلا لندن تهجم بالصواريخ ويقتلون ناس في داخل العاصمة البريطانية؟ ماذا كان رد فعل بريطانيا؟ ماذا كان رد فعل روسيا؟ ما كان رد فعل فرنسا؟ ما كان رد فعل الولايات المتحدة إذا كانت نيويورك تهاجم بالصواريخ والناس الأبرياء كانوا ينقتلوا وينخطفوا من بيوتها؟ طيب يجب هل, هل, هل هذه الأمثلة في محلها؟ يعني إحنا نقارن دولة محتلة لأراضي محتلة بدولة أخرى ليست سلطة احتلال كبريطانيا أو فرنسا أو أي دول أخرى؟ إسرائيل انسحبت من قطاع غزة كاملة، ويجب علينا أن نفهم ونعمل نعلم تماما، حماس تعلن رسميا أن تريد إبادة دولة إسرائيل وإقامة خلافة فلسطينية إسلامية. طيب. وبالتالي يعني ليس لها أي نية للوصول إلى أي تسوية سلمية مع إسرائيل. ولذلك عندما كان المرحوم إسحاق رابين والمرحوم ياسر عرفات يتكلمون ويحاولون الوصول إلى حل سلمي، كانت هناك تفجيرات البساط في إسرائيل وعمليات تخريبية. طيب هذا تفسير كلمة ترغب به حماس على أي حال، لكن فيما تبقى من وقت دعني أسألك عن الدعوات التي تطلق الآن وتوجه إلى إسرائيل بالعدول عن نيتها المعلنة باجتياح مدينة رفح، طبعا تحذيرات من منظمات إغاثية، من عواقب إنسانية وخيمة، حتى من واشنطن الحليف الأكبر، وضرورة البحث في بدائل عن شن هذه الحركة. هل تستمع إسرائيل لذلك أم تمضي قدما برأيك؟ وأنت طبعا لك خبرة عسكرية، هل الأمور على الأرض تتحضر الآن لعملية كهذه؟ سيدتي الكريمة، أولا الجيش الدفاع الإسرائيلي أعلن رسميا أن له عدة خطط للدخول ولمعالجة المقربين الذين موجودين ويتسترون في رفح، ولكن
إسرائيل أولاً تستمع لما يقولون لها الحلفاء بما فيها مصر والولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن منظمات دولية كثيرة لها مصلحة معينة، وعندما نرى وتعثر قواتنا على أكياس للأنروا معبئة بالذخيرة يجب علينا أن نتساءل ماذا حصل هنا. وعندما نرى في مدارس كانت تحت الرعاية الأنروا لم تقدم لها أي دلائل، بس فقط في هذه النقطة حتى نتحدث بشكل واضح، الأنروا تقول بأنه الدلائل موجود، أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة لها على أمور كهذه. كل يوم إذا تتطلعي في التلفزيون الإسرائيلي سوف ترين هناك الجنود الإسرائيليين يعرضون كل الأسلحة في منشآت لأونروا ولمنشآت مدنية تستخدم من قبل المنظمة الإرهابية المقادة من قبل النظام الإيراني، ويجب علينا أن نرى ماذا يحدث في كل الشرق الأوسط. يعني النظام الإيراني احتل العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهل كيت يريد يحتل كمان القطاع غزة؟ طيب كوبي، أخيرا، هل هناك اعتقاد سائد في إسرائيل الآن بأن السيد نتنياهو لم يحسن إدارة دفة الأمور؟ هل يعتقد بأنه يعمل لمصلحة ذاتية بحتة كما يقال من المراقبين في الخارج، أم أنه يعمل لصالح دولة إسرائيل الآن بإدارته الأمور بهذا الشكل؟ هذا الأمر، السؤال ينقسم إلى اثنين. المعارضة لنتنياهو تقول الكلام اللي قلت سيدتي بصورة دقيقة، ولكن هناك كمان إجماع بالشارع الإسرائيلي أن بعد الحرب سوف تحاكم مش بس الحكومة بس القادة العسكرية لكي نعلم ونفهم، لكي لا ترد علينا كارثة كما حصلت فينا في 7 أكتوبر. ولكن هناك كمان إجماع بالشارع الإسرائيلي يريد مواصلة القتال مع حماس والقضاء على قادتها العسكرية في كل قطاع غزة بما فيها منطقة رفح. شكرا، أشكرك جزيل الشكر السيد كوبي لافي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، سابقا كان معنا من عسقلان. هذا كل ما سمح به الوقت في حلقة اليوم من نقطة حوار. لكم التحية من فريق العمل وتحياتي، إلى اللقاء.